كيمشيو الحمام او حنا معروفين بالتقشير بجميع انواعه، ولكن في الاخر ملي كتقشري وتتحكي وتتسالي نحاولوا اننا نديروا الزيتون، زيت الزيتون نكبوه في هذاك الماء اللي غادي نخويو على ديك السطيله الصغيره اخر لحظه الشليل الاخر غنخويوها على الجسم ديالنا كامله بما فيه الوجه، ينحيدوا الشعر باسكو غيقدر يدم لها الشعر. الناس اللي كيكونوا شحال زيت الزيتون واحد المعلقه كبيره في واحد البو ديال ديك السطيله ديال الحمام الاخر اللي غادي نشلو بها وتنشلو بها الجسم ديالنا، وبالتالي كيبقى كتحيد هذيك الزويته. ولكن ديك اللحظه اللي كنشلل بشويه وانا كندوز ايدي باش ننتفعوا، لان الماء والزيت فهو كيدخل بشكل كبير اكثر من اننا كندهنوا غير الزيت.